طب واحنا واقفين هنا بقى في المكان اللي ابتدى فيه الكابتن هشام عبد الرسول البدايات بتاعته، عايز اخدك لاهم مباراه في الجيل بتاعكم، مباراه مصر والجزائر في استاد القاهره. ليله المباراه والمعسكر وانتوا نايمين. تمام. احلامكم ذكريات جميله. 90 دقيقه الجيل ده هيحقق حلم المصريين كلهم بالوصول لمونديال ايطاليا 90. ليله المباراه كان شكلها ازاي؟ لا وانتوا كلاعيبه، لا انت بترجعني لذكريات جميلة جدا على الشعب المصري كله، يعني خاصة لما تبقى أنت مشارك فيها يعني. إنما هي على مصر كلها. طبعا إحنا سبقها مباراة قبلها بأسبوعين في الجزائر. أيوة. اللي انتهت بالتعادل 0-0. طبعا فرحة اللعيبة وكده، الكابتن وجورا كان العكس. لا ده هو شوط أول خلص 0-0. زيه زيك، إحنا زي بعض. وهو أفضل منك. لأن لو جه مصر هنا. أهلا، إزيك يا شباب؟ بارك الله. لو جه مصر هنا ما شاء الله، أنا شايف هنا تيشيرتات الأهلي وجماهيرية الأهلي كبيرة هنا في المنيا. وصملوط من أول دقيقة نزلنا فيها. ربنا يوفقهم. أنا دايماً باجي أزور كده بعض الناس مع كابتن عصام خليفة وكباتن المدربين حبايبي هنا جونا. وبقول لهم يعني إن شاء الله ربنا يوفقهم ويبقوا نجوم كبار إن شاء الله تعالى. إن شاء الله التوفيق يا شباب. إن شاء الله. توفيق. زي ما الملعب ده خرج نجم مصر كابتن هشام عبد الرسول، ان شاء الله نشوفكم نجوم كبار ان شاء الله في يوم من الايام في المستقبل ان شاء الله. فكان لما نرجع بقى لليله المباراه، كابتن كان معيشنا فتره انك انت لازم تعمل حاجه لمصر. ايوه. والنصر لمصر. ولازم نوصل كاس عالم. ده كان غرزه فينا، اللي هو هدفك ايه من ساعه ما عمل المنتخب الكابتن الجوهري. ايوه. واللي التزم بيه مع الدكتور عبد الواحد الله يرحمه، مع الناس كلها. وفي نفس الوقت انا كنت انا والليله دي انا والكاس مع بعض، نايمين في الاوضه مع بعض. يعني لعيبه الاقاليم مع بعض المره الاولى. انا والكاس، فاكر بعد العشاء والمحاضره طلعنا قعدنا، كنا بننزل في دار الدفاع الجوي وقتها، فقعدنا على الحته النجيله اللي بره. ايوه. جوه اللي ده بس انا قلقانين خالص. الكاس يكلمني وانا اكلمه ونعمل كده ونخلي بالنا والماتش ان شاء الله خير، وايه وعايزين نبقى نص ملعب مع بعض، يعني ايه زي ما لازم نعمل حاجه لمصر. لا احنا لازم الثقه اللي خدناها لازم ايه نترجمها بكره. احنا الاثنين نص ملعب، كان احنا نص ملعب مع بعض يا هشام. كاس اقول له يا كاس انت ما تشغلش بالك، خليك انا ناحيه دفاعيه ايه هزودها عندي شويه. يعني ايه، لا الفرقه كلها بامانه، جهاز بناس بجماهير كلكم الهدف واحد. كابتن جورج جاب لنا ناس جم اعلاميين، بس منع عن الاعلام 3 ايام قبلها عشان الضغط طبعا انت عارف، والشحن الزائد. طب لما نزلتوا بقى جت كان يوم جمعه على فكره. ايوه. وخدنا صلينا الجمعه كلها بره كلنا في المسجد القريب من دار الدفاع الجوي. وطبعا انا صليت صلاتي جت جنب الكابتن الجوهري. حتى اول مره اكتشف ان هو ما بيقدرش يقعد جلوس السجود. جلوس السجود يعني اللي هو التشهد مثلا. لا برجلته ما بيقدرش، خاطر كان مصاب قبل كده يعني. انما ما فيش شك طبعا كانت مباراه. لما دخلتوا الاحماء استاد القاهره مليان جماهير، الرهبه بقى بامانه. الرهبه موجوده مع ثقه. احنا كنا حاسين المنتخب الجيل ده اللي بيلعب. انا اقول لك التشكيل الاساسي، يعني كابتن شوبير، كابتن ابراهيم حسن في الرايت، كابتن احمد رمزي في الليفت، كابتن هشام يكن وربيع كابتن ربيع ياسين وهاني رمزي في قلب الدفاع، كابتن مجدي عبد الغني وهشام عبد الرسول واحمد الكاس نص ملعب، كابتن جمال عبد الحميد كابتننا وحسام حسن فراوده، معاك بره مين، بدر رجب، كابتن طاهر ابو زيد، مجموعه كبيره. لا يعني انت معاك استان، معاك فرقه ممتازه. وكان وصل بينا الكابتن جول مرحله بدنيه ونفسيه ومعنويه عاليه جدا. احنا دخلنا مباراه فرق معانا حاجه عايز اقولها للناس. ايوه. احنا كنا نكسب ماتش الجزائر هناك مرتاح. التعادل احنا واثقين في نفسنا. الهدف الاول المبكر اللي جابه حسام حسن عمل رد فعل عكسي. لعيبه الجزائر لعيبه محترفين. واحد بالنسبه لهم زي كام يعني نخسر 3-4 لان كده كده هيخرج مش هيوصل كاس عالم. انما مصر بالنسبه له 1-0 وصل كاس عالم. فبدا لعيبه الجزائر اللي هو بقى لعب العنف والداشنج والكرات العاليه. ما بيحضروش كوره، ما بيصوش كوره من تحت. كل كوره عايزين يلعبوها دايما اماميه. كل كوره يلعبوها مباشره الاماميه. بداوا يعلقوا الكور واحنا جينا مرتدات. ده فيه كان مشهد جميل جدا ان حسام حسن راح انفراد ورجع بيها. راح انفراد حقيقي عايز يخلي الكابتن جمال يجيب جون يعني تاني. فرجع بيها للخلف. لا الجماهير طبعا 120 فوق العمدان بتاع الكهرباء وحسن المسؤولين والدنيا كلها. ودي كانت احلى لحظه بعد الفوز على الجزائر وخلاص وصول الجيل العظيم ده وتحقيق حلم المصريين وصول لكاس العالم 90 في ايطاليا.
اكيد كابتن اسامه احلى لحظه شخصيا ولعيبه الجيل دوت اللي تاهلوا كاس العالم وللجماهير المصريه اللي فرحت بعد غياب 56 سنه وللجهاز وللدنيا كلها يعني وحتى اغلب الناس اللي هي مشجعه منتخب الدول العربيه فرحت جدا لمصر. ليه؟ الجزائر كان ليها سابق التمثيل كانوا وصلوا كاس عالم. انت عارف بقى جيل رابح ومناد إيه حكايه رابح ماجر في المباراه دي؟ كان في حوار حصل ما بين الكابتن هشام وبين رابح ماجر في المباراه. والله هو كابتن الجوهري كلفني بالكابتن رابح في المباراه الاولى وعملت عليه ماتش كويس جدا كنت باجي. فحتى هو قال لي هناك قال لي انت ليه حارم ليه امكانياتك الجميله دي بتلعب معايا في الدفاع انت ليه بتلعب معايا في الدفاع؟ انا عايزك تروح كابتن جوهري وانت بتهاجم كان مكلفك برضو واحد دفاع على فعلا. لكن عندي القدرات البنيه كانت تساعدني من التمرين مع الاحمال مع كله وصلت ان اقدر ادي الدورين يعني ورابح في استاد القاهره هنا برضو انا اخذت كدمه جامده جدا يعني فجه قال للولد قال ليه تضرب الضربه دي بامانه. الولد خدني باسترز الجزمه كده كان شريف الوزاني الوزاني خدني باسترز الجزمه في فوق ركبتي جت فوق ركبتي في الفخذ عمل لي كدمه شديده انا فاكر يعني. بس ما فيش شك احنا كنا يعني الجيل مش احنا اسف انا اصغرهم واخوهم الصغير وقال واحد فيهم الجيل اللي انا لعبت معاه وتشرفت بالتواجد معاه كان يستحق فعلا ان يوصل كاس عالم